وصلت الغواصة الألمانية تحيا مصر للمياه الإقليمية المصرية للانضمام للقوات البحرية، حيث تقام مراسم التسليم ورفع العلم المصري عليها في ميناء رأس التين بالأسكندرية، وتأتي ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد. ويقود الغواصة الألمانية عدد من ضباط القوات البحرية المصرية ممن تم تدريبهم مع الجانب الألماني، وقاد سفينة منذ إخلائها من ألمانيا. وتعد الغواصة التي تم تدشينها في مدينة كيل الألمانية إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية ودعما لقدراتها في حماية الأمن القومي المصري. للمزيد معنا من الأسكندرية مباشرة مراسلة أونلايف سالي سالم. سالي أهلا بك، يعني الأجواء لديك تحديدا في الأسكندرية وميناء رأس التين. أهلا بك شيماء، بالفعل كما ذكرتي القوات البحرية المصرية تحتفل بوصول الغواصة 41 الألمانية الصنع من طراز 209 بوصولها، والآن ترسو في ميناء رأس التين بالقاعدة البحرية بالأسكندرية. هذه الغواصة التي تعتبر نقلة نوعية مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتضاف إلى القوات البحرية المصرية وقدرات القتالية. يوجد طاقم على رأس هذه الغواصة يتراوح عدده ما بين 34 و37 فرد. هذه الغواصة سعتها 1400 طن، وتعتبر كما ذكرت لك نقلة نوعية. كان هناك مراسم حافلة لهذه الغواصة يترأسها بالطبع قائد القوات البحرية المصرية، وكان هناك رسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي عدد كبير من القيادات البحرية وقيادات الجيش، وأيضا بالطبع طاقم هذه السفينة الذي أدى التحية لقائد القوات البحرية المصرية. وكان هناك عزف للسلام الجمهوري لهذه الغواصة فور وصولها إلى ميناء رأس التين. دعيني أذكر لك أيضا أنه كان هناك تواجد للجانب الألماني الذي تلقى تدريبات بفضل هذه الغواصة وفور وصولها. دعيني أذكر لك أن تدريب على هذه الغواصة استمر على مدار 90 يوما، وتمت العديد من التدريبات فيما يتعلق بالمهام القتالية وتدريب مشترك بين الجهات الألمانية والجهات المصرية. القوات البحرية اليوم تحتفل بعد التعاقد في ديسمبر الماضي 2011 على هذه الغواصة. اليوم الغواصة ترسو في ميناء رأس التين بالأسكندرية. إليك شيماء. نعم، إذا شكرا جزيلا لك مراسلة أونلايف سالي سالم، يعني قدمت لنا وصف يعني كامل لما يحدث الآن والأجواء لديك في الإسكندرية وميناء رأس التين الذي استقبل هذه الغواصة الألمانية. شكرا لك.